مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، حيث احالت الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على النيابة العامة المختصة يومه الجمعة 26 غشت الجاري 5 اشخاص من بينهم مقدم شرطة يعملان بالهيئة الحضرية بمدينة الخميسات، وذلك للشبه في تورطهم في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء. وكانت مصالح الامن الوطني قد تفاعلت مع مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر تواصل موظف في شرطة بالزي المدني مع احد الاشخاص وتلقيهم ما يحتمل انه مبلغ مالي على سبيل الرشوه مقابل التغاضي عن القيام بعمل من اعمال وظيفه سهيمه. وقد اوضحت الابحاث والتحريات المنجزه ان الشخص الذي يظهر في هذا الشريط سلم فعلا مبلغا ماليا لموظفي الشرطه على سبيل الرشوه للتغاضي عن القيام بمهامهما في قضيه زجريه تورط فيها احد المستخدمين وسيده، وهي الواقعه التي وثقتها احد الاشخاص بغرض التشهير والقذف. وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطه تحت تدبير الحراسه النظريه، فيما تم إخضاع المشتبه فيه من 3 الآخرين بمن فيهم مصور الشريط لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح يومه الجمعة. غنعود بالنسبة للناس يلا التحقوا بنا على المباشر، حيث أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على النيابة العامة المختصة يومه الجمعة 26 غشت الجاري 5 أشخاص من بينهم مقدم شرطة يعملان بالهيئة الحضرية بمدينة الخميسات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء. كانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت مع مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر تواصل موظفي شرطة بالزي المدني مع أحد الأشخاص وتلقيهم ما يحتمل أنه مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الشخص الذي يظهر في هذا الشريط سلم فعلا مبلغا ماليا لموظفي الشرطة على سبيل الرشوة للتغاضي عن القيام بمهامها في قضية زجرية تورط فيها أحد مستخدميه وسيدة، وهي الواقعة التي وثقها أحد الأشخاص بغرض التشهير والقذف. وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المشتبه فيه من 3 الآخرين بمن فيهم مصور الشريط لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح يومه الجمعة. مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي، وصلنا إلى نهاية البث المباشر، إن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر، إلى اللقاء.